أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.